متابعي برنامج ترند الطقس من طقس العرب، واهلا وسهلا بالمتابعين الجداد. مثل ما عودناكم هالبرنامج الاسبوع اللي بنحكي فيه عن اهم الاحداث المناخيه اللي حصلت حول العالم في الاسبوع الماضي واثرت عليه. طبعا مثل العاده في عنا 10 احداث اساسيه ومهمه. اليوم رح نحكي عن الاحداث المهمه فالاهم مثل العاده. طبعا كان في عنا الاسبوع الماضي 111 هزه ارضيه وبحريه حول العالم كانت بقوه 4 درجات. ونيزك يضيء سماء كرواتيا، إيطاليا وسلوفينيا في 28 شباط من العام الحالي. ونيزك آخر يضيء سماء هولندا وبلجيكا في 3 آذار العام الحالي أيضا. وأسراب من الخفافيش في مدينة جازان في السعودية تظهر في سمائها في 1 آذار من العام الحالي. ومنازل متجمدة على إثر موجة الصقيع التي ضربت بحيرة إيري في الولايات المتحدة الأمريكية. وفيضانات عارمة في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل يوم 1 آذار من العام الحالي. والعاصفة جورج تؤثر على سواحل مدينة غالواي في إيرلندا ب 29 شباط من العام الحالي أيضا. وإعصار قمعي يؤثر على ولاية تينيسي في 3 آذار ويسبب دمار هائل في المنازل. وفي 2 آذار من العام الحالي أيضا الثلوج تدفن المركبات والشوارع في مدينة حاجي عمران في شمال العراق. وأخيراً بلغ عدد إصابات فيروس كورونا إلى 93,160 حالة، وعدد الوفيات وصل إلى 3,198 حالة، والإمارات تعلن رسمياً تعطيل المدارس لمدة 4 أسابيع على إثرها. متابعينا لهنا وصلنا لنهاية برنامج ترند الطقس الأسبوعي، ولاقونا إن شاء الله في نفس الموعد الأسبوع القادم مع أحداث جديدة بإذن الله. لهون بدي أتمنى لكم يوم جميل جدا، وما تنسوا تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب وأيضا فعلوا زر الجرس. إلى هنا، إلى اللقاء.